الحمد لله الحي القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد من بيده ملكوت كل شيء، أوجد الوجود لا عن حاجة منه إليه ولا لشيء يعود عليه منه، ولكن لينعم أهل العقول بمطالعة الجمال الأقدس والجلال الأعلى والكمال المطلق، فيتعرف إليهم فيعرفونه ويرون آيات جلاله وجماله وكماله في ذرات الوجود واضحة بينة تدعو إليه وتدل عليه، وشرفهم لفتح هذا الكنز في إدراك دعوات الوجود بإرسال أنبياء اختارهم من بين بني آدم، من آدم إلى عيسى إلى محمد خاتم النبيين، زين بهم هذا الوجود وأتم به النعمة بهم النعمة على أهل العقول لترقى في مراقي إدراك الحقيقة وتتخلص من ورطات الأهواء التي إذا غلبت أردت صاحبها إلى أسفل سافلين، وورطات الشهوات التي خلقت لحكم، منها تذكر المصير، ومنها بعث الرجاء، ومنها الامتحان لهذا الإنسان ليكون أمامها مالكا لا مملوكا ومسيرا لا مسيرا وآخذا لا مأخوذا ومتصرفا لا متصرفا فيه، فينال الكرامة الإنسانية والسيادة الآدمية وشرف الطهر والنقاء والعفاف. فتح جعل الله مفاتيح كنوز هذا الفوز على أيدي هؤلاء الأنبياء الذين ختمهم بسيدهم وإمامهم، من به قامت جموعنا ومن به تشرفت منازلنا ومن به كنا خير أمة. وأين ينال هذا الخير؟ ومن يقدر أن يرشح نفسه من الأولين والآخرين أن يكون في خير أمة؟ ومن يقدر أن يجعل الأمة خير أمة؟ لكن الله بحبيبه وعبده محمد بن عبد الله شرفنا وأكرمنا وتفضل علينا وجعلنا خير أمة أخرجت للناس على مدى القرون والعصور، من أول خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، هذه أكرم أمة وهذه خير أمة وهذه أفضل أمة. هل يمكن اكتساب هذا بحضارات؟ هل يمكن اكتساب هذا بمهارات؟ هل يمكن اكتساب هذا بجيوش؟ هل يمكن اكتساب هذا بتكنولوجيا؟ إنها العطايا الكبيرة والمنن العظيمة الفخيرة من حضرة الرحمن، خصنا بها بالواسطة الكبيرة، بواسطة النور المبين سيد المرسلين وخاتم النبيين. يا ربي صل عليه أفضل الصلوات وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزكى التسليم، وسلم عليهم بأكمل أزكى التسليمات، وثبتنا أكمل الثبات على ما بعثته به إلينا، ودلنا عليه ليوصلنا إليك. فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويا رب اقبضنا على خير ملتي برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين. وأنتم تنعمون من وسط تلكم الكنوز بأغلى دررها وجواهرها، فيض من حضرة رب العرش جل جلاله وتعالى في علاه،
لمن يهتدي ولمن يتقي ولمن يرتقي ولمن يصدق مع هذا الخلاق جل جلاله، ممن يتحرر ويتخلص من رق النفس والهوى والشياطين الإنس والجن الذين خلقهم الله لنا يختبرنا بهم، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هل سمعت؟ ما مثل هذا العرض؟ من يقدر يعرض مثل هذه العروض؟ مساكين وأعظم رثوة الذين خابوا وهلكوا بعروض حقيرة في هذه الدنيا، قتلوا النفوس بغير حق بعروض حقيرة في هذه الدنيا، تعدوا الحدود وخرجوا عن الإنسانية وعن الفطرة والعياذ بالله تبارك وتعالى، مقابل ماذا؟ ثم خسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. اللهم أعذنا من الخسران وارفعنا مراتب الإيمان واليقين في أعلى مراتب الإحسان والعرفان، يا كريم يا منان يا رحيم يا رحمن يا ذا الجود والإحسان، يا الله يا الله يا الله. وتستقي أرواح أهل الإقبال على الله معاني إدراك الحقيقة وحسن الاستمساك بالعروة الوثيقة ثم الاستقامة على أقوم طريقة لتدخل في خيار الخليقة وتشرب في حب الله تعالى كاسه الأعذب والرحيقة، وذلكم جود الجواد بواسع الإمداد بما لا يحويه حساب ولا حصر ولا تعداد. في حقيقتي إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ولا يمر الزمان إلا والكاس أطيب وأهنى وأذوق وأسنى وأحلى وأعلى وأجمل وأغلى، حتى إذا جاءت ساعة الخروج من الحياة القصيرة كان الذواق له أهنى وأمرى وأجمل وأحلى، وهكذا تزداد حلاوة سقي هذا الكاس لمن أذن له أن يسقى منه في أيام البرزخ، حتى تأتي النفخة الثانية في الصور بعد النفخة الأولى فيقومون والكؤوس لهم مقربة ليستظل المستظل منهم بظل العرش، ولينادى المنادى منهم من الله على ألسنة الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. في أي يوم؟ قال القوي الحي القيوم كلمات تعرف فيها صغر حجم القنابل النووية، الأسلحة النووية، القنابل الذرية والهيدروجينية، وإن شي ظهر اسم من بعدها ما أحقرها. قال يوم نطوي السماء، تعرف العظمة، تعرف الجلال، إيش هذا مقدارها؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، وفي القراءة الأخرى للكتب، إيش هذه العظمة؟ قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ولقد كتبنا
قرار خرج من المحكمة القوي المتين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. اللهم اجعلنا من الصالحين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا في الصالحين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ووجه الخطاب للسراج الذي يضيء علينا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله على الرحمة المهداة والنعمة المسددة رحمة العالمين. ونحن في نورانيته نؤدي واجبنا ومهماتنا في رحمة العالمين بالدعوة إلى الله، بالدلالة على الله، بالتفقه في الدين، بالتخلق بأخلاق سيد المرسلين، برحمة القريب والبعيد، بمقابلة الإساءة بالإحسان، بالصبر، بالاحتمال، بالاستعداد للقاء وتذكر أمر الرجوع إلى المولى جل جلاله، وبتربية الأبناء والبنات، وبالتعاون على الخيرات وبالرحلات في سبيل الله جل جلاله وتعالى في علاه، وبالآداب وبالأخلاق، وبالدوب على التضرع والتذلل والخضوع والخشوع للواحد الأحد الحي القيوم، متحررين من الأهواء ومن الشهوات وغلبتها وأسوائها ومن شياطين الإنس والجن، نعبد واحدا أحدا حيا قيوما فردا صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مقتدين بخير إمام سيد الأنام، أكرم الأولين والآخرين عند الملك العلام، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، ومن عدنان آباء إلى إسماعيل بن إبراهيم، ومن إبراهيم آباء إلى أنبياء كثير ومختارين في ذلك الوقت من العلي الكبير إلى نوح عليه السلام، ومن نوح إلى آباء وأنبياء إلى إدريس عليه السلام، ومن إدريس آباء وصلحاء ومقربين إلى شيث بن آدم إلى آدم الذي كرم بهذا المصطفى وظهرت عليه أنوار هذا المجتبى، صلى الله عليه وعليهم أجمعين، صلى الله عليه وعليهم أجمعين. في نورانية هذا المصطفى نتبين واجبنا ومهمتنا في هذه الحياة القصيرة والأعمار الفانية، لنستعد لدخول الحظيرة حظيرة القدس، ولنلقى المكان في المقعد مقعد الصدق، ولنرافق في البرازخ ثم أجلى منها في القيامة، ثم أجلى وأوسع وأعمق منها في دار الكرامة على مراتب عجيبة، بل ويتعجل منها للأرواح قبل البرزخ في الدنيا أسرار مرافقة معنوية ومصاحبة روحية ينعم بها من ينعم عليه في هذه الدنيا، فيقول قائلهم فأعيش في ذكر الحبيب منعما بالذكر منبسطا جميع زماني، وأفوز في العقبى برؤية وجهه ورضاه عني في أجل مكاني. ولها شؤون عند السجدة حين يقوم المقام المحمود زين الوجود، ولها شؤون تحت لواء الحمد، ولها شؤون على الحوض المورود، ولها شؤون عند المرور على الصراط، وشؤون أكبر عند دخول الجنة، وشؤون أكبر عند تجلي الرب بهل رضيتم وبقوله أعطيكم أفضل من ذلك
أحل عليكم رضواني لا أسخط عليكم بعده أبدا. ومنها تتصل شؤون بالفردوس الأعلى والمجالسة فيه والمقابلات فيه والمسامرات فيه والجلوس على الموائد فيه وسماع صوت خاتم النبوة فيه والمباحثة في شؤون خالص معاني المحبة بما لا يدركه عقل ولا يصل إليه أحد ولا يعرفه في عالم الدنيا من المحبين المحبوبين أحد، لكنه مخبأ. أعددت لعباد الصالحين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ومن أجل وأجل ما يحصل من سر هذه المرافقة لمن أذن له، ما يحصل في ساحة النظر إلى وجه الله الكريم، في ساحة النظر إلى وجه الله الكريم. أيها المؤمنون، عروض ربانية رحمانية عرضت علينا، حرام أن يقطعنا عنها عروض الأنفس والأهواء وعروض الحكومات في الشرق والغرب وعروض الأحزاب وعروض أهل المتاع الفاني. ماذا معهم وماذا عندهم؟ هذا ملك الملوك الجبار الهالة، رب السماوات والأرض، رب العرش العظيم، يعرض علينا هذه العروض ويقول لحبيب محمد، قل لهم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ ما في هذه التجارة؟ أول خصوصية، لا تستطيع التجارة العالمية أن تحقق لك ذرة من أول خصوصية. إيش أول خصوصية؟ تنجيكم من عذاب أليم. شوف التجارة العالمية ينجي من العذاب، شوف التجارة العالمية يسلم من العذاب، ومن دخل ورجع أعظم مستوى في أهل التجارة العالمية وبعد ذلك نزل وسط العذاب البرازخ وعذاب القيامة وعذاب النار، وش الفائدة اللي معه هذا؟ هذا أول خصوصية وميزة في تجارتنا، النجاة من العذاب الأليم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما هذه التجارة الغالية حتى يسلم بها الأبد والخلود والدوام من أنواع العذاب الفظيع الأليم المهين الغليظ الشديد؟ قال مختصرة: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. انتهت. تحقق بالإيمان بالله ورسوله، وما عاد ذكر في هذه الآية بقية الملائكة بقية الأنبياء بقية اليوم الآخر بقية القضاء والقدر. تؤمن بالله ورسوله اندرج في كل معاني الإيمان، لأن الإيمان بمحمد إيمان بالأنبياء وإيمان بالملائكة وإيمان باليوم الآخر وإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، هو الذي جاء به صلى الله عليه وسلم ودعا إليه. فإذا آمنت به فقد آمنت بكل هذا. تؤمنون بالله ورسوله بس تترجمون عن صدقكم في الإيمان، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ما هو يلعب عليكم دجال ودجالين من هنا ولا هنا، إما بالأموال وإما برغبتكم فيها وإما يسلط من يأخذها عليكم فيفتنكم، بل تجاهدون بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم، صدق الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. شوية تفصيل في النتائج الأرباح التجارة، يغفر لكم ذنوبكم. شفت الأرباح العجيبة هذه؟ ما حد يقدر يقيمها لنا ولا يوصلنا إليها، لا حكومات ولا دول ولا تجارات ولا جيوش ولا أحزاب ولا مؤسسات. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. إيش معنى طيبة؟ نطحة سحاب طيبة. أول خصلة فيها
إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا. إيش هذا؟ شي في شي مساكن في الدنيا بهذه الصورة؟ يمكن حق رؤساء الدول الكبرى في عندهم مساكن من هذا الصورة. ثانية خصلة، أن تنعموا فيها فلا تبأسوا أبدا. من أرى ملوك الأرض في بؤس وفي مشاكل ومواقف وإحراجات، وإذا على كيف وإذا ما هو على كيفه، وإذا يطلع وإذا ينزل، ويوم يقول كذا ويوم يقول كذا، ما موجود بؤس في بؤس. لكن هذه المساكن أن تنعموا فيها فلا تبأسوا أبدا. والبؤس الذي هم فيه حقير، لكن والله من مات منهم على هذا الكفر وقد بلغته هذه الدعوة، البؤس قدامه، التعب قدامه، الإهانة قدامه، العذاب قدامه، المرارة قدامه، الشدة قدامه، أعوذ بالله من غضب الله والعياذ بالله تبارك. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي يا رب العالمين. يا منزل هذا الكتاب، كل حاضر معنا وكل سامع لنا اجعلهم في أهل النفوس المطمئنة. يا الله، لا يموت واحد منهم إلا وهو في أهل النفوس المطمئنة. سألناك ذلك يا الله، حقق لنا هذا الطلب وأنلنا هذا المأرب. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ومساكين طيبة في جنات عدن. من الميزات في المساكن الطيبة، إن لكم أن تصحوا فيها فلا تمرضوا أبدا. في المساكن عندهم من هذا الشيء؟ إيش بيعطونك من مسكن لو تسيب هذا المسكن؟ إيش بيعطونك من مسكن؟ تصحوا ولا تمرضوا. الأمراض الكبيرة عندهم، الأمراض الخطيرة يتقلبون فيها هم. وبعد ذلك ميزة، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا. وذي المساكن الفخمة في العالم أصحابها الكبار، من عملية تجميل إلى عملية تجميل، ومن فيتامينات إلى مقويات، ويلحقهم الضعف. لكن هناك أن تشبوا فلا تهرموا، مساكن طيبة. بعد ذلك في حسها، خل معانيها، في حسها لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك الأذفر. هاتوا الأرصدة حقكم، وهاتوا ما عندكم من ذهب الدنيا كله ما يساوي قفلة من هذا الذهب في 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 قيمته، ولبنة كلها فضة، واللبنة كلها ذهب، وملاطها المسك الأذفر. والثانية والثالثة إيش المساكن هذه؟ ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وعند قصر النظر يهمكم شان هذه الحياة والحركات فيها والظروف والأحوال والتقلبات، قال وحتى في هذه الحياة ما أخلي زمانا من الأزمنة من نصر لأحباب لي وظهور لهم على رغم خطط العالم وما فيه، وأخرى تحبونه نصر من الله وفتح قريب. وحتى آل الذوق استحوا وقالوا يعاتبنا، قلت تحبونها يعني ليه تميلون لهذا واللي بعدها أكبر وأعظم، ليه ما تخلوا همتكم معي إلى فوق ولا تبالوا بهذه؟ وقالوا أنتم تحبونها، يقول ده مقضية من عندي ولكن أنتم معلقين بهاني. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح وفوقها وبشر المؤمنين. ما قلت هذه بشائر؟ قال أي عاد أنا بوكلك تبشرهم ما فوق ذلك وما وراء ذلك. وبشر المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. الله يجعلنا من أنصاره، أنصار حبيبه المصطفى، كل منا في نفسه وأسرته وبيته وأهله وفي جماعته وقومه وفي بلده التي يرجع إليها، وحيث ما كان وأينما كان ينصر الرحمن ورسوله بالنية والقول والفعل والهمة والمال والنفس وبكل ما استطعنا.
على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأحسن اللهم ختام هذه الدورة لأهلها ولمن معهم ولمن يتابعها ولمن يحبهم ولمن يحبها ولمن يواليهم في الله من الإنس والجن في شرق الأرض وغربها، بركات تجمعهم بها في ظل عرشك، بركات تجمعهم بها تحت لواء الحمد، بركات تجمعهم بها على الحوض المورود، بركات تجمعهم بها في جنات الخلود. فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي، فضلا وإحسانا ومنا منك يا ذا الجود والفضل الأتم الأوسع. يا الله اقبلنا على ما فينا ورد عنا كيد الكافرين والشياطين والمجرمين والمؤذين من قريب وبعيد، وتدارك أهل بيت المقدس، وتدارك أهل الضفة الغربية، وتدارك أهل غزة، وتدارك أهل رفح، وتدارك أهل الشام، وتدارك أهل اليمن. وأغث يا مغيث بالغياث الحثيث، أغث أهل السودان وتدارك أهل السودان، وأصلح شان أهل السودان. إن إرادات من عبادك القاصرين أرادت أن تخذلهم وأن تفرق بينهم وأن توقعهم في الباسة، وإنا نريد منك ونسأل منك إرادة تريد بها على رغم أنوف من عبا أن تجعلهم يا مولى في أمن وفي طمانينة وفي اجتماع شمل وفي ألفة وفي محبة وفي إقبال عليك وفي تقوى لك وفي إخلاص لوجهك كريم. يا الله وأغث أهل ليبيا وأغث أهل العراق وأغث أهل الشام وأغث أهل اليمن يا مغيث، وأغث المسلمين في المشارق والمغارب بغياثك الحثيث. يا الله وأوزعهم شكر نعمائك وأن يقوموا بحق الوفاء لك ولرسولك خاتم أنبيائك. يا ربي أخرجهم من الخذلان والطغيان واتباع البعداء عنك. اللهم ارزقهم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وارزقهم الصدق في أن لا يضرب أحد منهم ضربا ولا يقابل أحدا من أعدائك مقابلة إلا وهمته ونهمته ونيته أن تكون كلمتك هي العليا. حرر نيات المسلمين، طهر نيات المسلمين، أصلح نيات المسلمين، اجعل اللهم أعمالهم خالصة لوجهك الكريم. يا الله والمجرمين من الصهاينة ومن والاهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، وادفع شرهم عنا وعن الأمة يا كاشف الغمة يا جالي الظلمة يا منزل الرحمة يا دافع النقمة يا عدتنا في كل مهمة يا حي يا قيوم. يا الله استغاثك حبيبك محمد ليلة بدر وناداك يا حي يا قيوم، وإنا وراءه مؤمنين بك وبه وبما جاء بنستغيثك يا حي يا قيوم لهذه الأحوال القائمة في هذه الأمة، ونناديك ونرجوك ونتوجه إليك ونقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
نستغيثك بالسيد المعصوم يا رحمن يا رحيم، وبسر ندائه لك نناديك ونناجيك ونقول يا حي يا قيوم تدارك الأمة، يا حي يا قيوم اكشف الغمة، يا حي يا قيوم اجل الظلمة، يا حي يا قيوم ادفع النقمة، يا حي يا قيوم ابسط بساط النعمة، يا حي يا قيوم كلنا بما أنت أهله في كل مهمة، يا حي يا قيوم اغثنا بالغياث الحثيث وادفع عنا شر كل خبيث، وعاملنا بما أنت أهله يا حي يا قيوم، آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا حي يا قيوم، بلغنا ما نروم وفوق ما نروم، واجعلنا وجميع الحاضرين والسامعين ومن والانا فيك جندا من جندك أهل الوفاء بعهدك وأهل الظفر بمحبتك وودك يا حي يا قيوم، رد عنا كيد إبليس وجند من شياطين الإنس والجن وشر نفوسنا وشر الأهواء وشر الدنيا وغرورها يا حي يا قيوم. من دعوتم؟ من ناديتم؟ من طلبتم؟ من رجوتم؟ إلى من تضرعتم؟ من سألتم؟ فما ترون؟ ما هذا الكرم الإلهي؟ أوقفكم على بابه؟ جعلكم لائذين بأعتابه؟ وفقكم لدعائه وندائه ومناجاته وسؤاله؟ صنع كل هذا بكم فضلا منه، فما ترونه بعد ذلك يصنع؟ رب العرش، رب العرش، رب العرش يا حي يا قيوم، ظننا بك ألا تشقي أحدا منا، لا تعرض أحد منا لسوداد وجهه في القيامة، لا تعرض أحدا منا لإعطائه الكتاب بشمال يوم القيامة، لا تعرض أحدا منا لسوء الحساب يوم القيامة، لا تخلف أحدا منا عن ركب حبيبك المضلل بالغمامة يا الله يا الله. سعدنا وإياكم وسعد المؤمنون والمحبون في الشرق والغرب من الإنس والجن، وتضاعفت سعادة السعداء في أهل البرازخ بدعاء الرحمن والتوجه إلى الرحمن والإقبال على الرحمن ومناجات الرحمن الحي القيوم سبحانه. كم خباء من خبايا وكم كنز من كنوز لمحمد صلى الله عليه وسلم يفوز بها من يفوز، فاجعلنا من الفائزين يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. نجتمع جميعا يا ربي في رحابه وتحت لوائه وعلى حوضه وفي دار الكرامة وأنت راض عنا وهو راض عنا، واجعل يا ربنا ذلك من غير سابق عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب ولا توبيخ ولا عقاب يا الله. آمين آمين آمين. في خير ولطف وعافية يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.